كيف ما نوصل لها الوجبة؟ لي ساعتين واقف على الشباك بأشر لها، لا أنا قادر أشوفها ولا هي قادرة تشوفني. الظلمة اللي جواتي أعتم من هيك بكثير، بس خوفك مش من العتمة، خوفك من عدوك يستغل العتمة ليغدرك. يا الله يا الله، لو شحنة الفوانيس الرمضانية وصلت كان استرزقنا. ركان مين اللي عامل بوجهك هيك؟ ليش عينك هيك؟ شو الضوء اللي على رقبتك؟ أمين بسي ركان، فيك تكسر كاسات قد ما بدك، عمري ما حزجك. يعني انت بدك تقنعني انك انت سام اكس مش سام صاحبنا؟ ولا في نفس الوقت سام هو انا سام اكس، بس لسه ما اخترع عالدي الزمن وزبطها، بس يزبطها بصير يسافر عبر الزمن وبرجع لهاي اللقطة وبصير سام اكس. انا سام. والمفترض نصدقك. ايش يعني؟ عشان في لمبة على رقبتك بدنا نصدقك؟ طب يلا، ما دام انت جاي من المستقبل ومن التطور رجع لنا هالكهرباء. يا سام اكس اس ماكس. زيزي مين؟ شو اللي مين يا زيزي؟ انا مخترعك. كيف ممكن اساعدك؟ زيزي بدي تفقعي الدار كلها، نبضات كهرومغناطيسية الكترومغناطيك بلسز على فريكونسي 3.142. تمام، دقيقة لو سمحت. شو انت عبطرية؟ ليش دقيقة؟ بسرعة زوحل ليها يعني. فرصة اني مبرمجة على لوحات كهرباء سنة 1995، بدك تطول بالك ارجع لسنة 2020. الحمد لله ما جبت الفوانيس. ييه الخسارة. ييه وهي أحلى نص كيلو راس عصفور أنا الكمامة بفلتر. يا زلمة بشوفك متفائل، يا أنا يا زلمة راح أكافئك. دقيقة، هاي الكمامة فلترين قابل للغسيل وكفالة مدى الحياة. أوف. جرب لي. لا بقى يا جار، ادعس. ألف الحمد لله على السلامة يا أخوي. اللي بعده دفرت لك ثلاثة إلى فول وعلبة حمص على الشوارب معزة. فول وحمص، والله انا بحبك يا اسعد. انت منيح يا خالد. شوف خذ هاي الكمامه بفلتر، منيحه منيحه. حبيبنا معلم اسعد، حبيبنا، الف سلام عليك. اللي بعده. يعطيك العافيه جار. اهلا اهلا سماح. هاي احلى علبه فاصوليا، اخر وحده عندي بالبيت، فاصوليا بيضاء. فاصوليا مع الحساسيه. مشكله، بحبكم بحبكم. انا الكم انا الكم. تفضل. شو هاي؟ شو جلوفز؟ فرد وحده. بتيجي وحده وبس تجيبي العلبه الثانيه بتاخذ الفرد الثاني. توكل على الله توكل. شو هالجيران اللي بعده. مساء الفل يا معلمي. فاجئني. قلت لك حاجه بقى ما جاتش زيها لسه. فاجئني. هفاجئك. قرص جبنه ايه معتبر. وقرص واحد مش بكيه؟ يا دوبك انا لسه واصل من المريخ اللي لقيته يعني في الطريق اللي جاي. شوف نظرا للظروف اللي بتمر فيها المملكه فانا ما راح ارفضك، انا مجهز لك من دقيقه دقيقه مخبي لك اياها. وينها؟ تعال قربها، حطين راسك. حلوه منك يا خال، ده جميل مش حنسهولة. يلا ومسيرة حردولة. انطلق. روعة. الف سلامه. اللي بعده. هنجر جبت لك بدل قرص باكيت كامل. لفي وارجعي في ام الجبنه لاني ختمت جبنه. خمس بجار. خبزات كويس. شو بدك بدل هاي؟ ياما جو المشاكل عندكم في المستقبل. شو عجبني جاي هبالي اروح اطلع على المستقبل تبعكم اوقف شباب المستقبل على رجل واحده. فيش مشاكل في المستقبل، فيش شيء في المستقبل. كان مظلم كئيب ما في اي شيء، كل شيء بتحول رقمي، كل شيء. شو اللي رقمي؟ فيش عملات نقديه هناك؟ كله صار رقمي؟ حبيبي
بس بلا مؤاخذة يا وردة، الضرب اللي بوجهها كان من ايش؟ كمان 13 سنة و214 يوم و22 ساعة و47 ثانية تفقع في وجه سام اللي جوا الجهاز عم بيشتغل عليه، بيمزع وجهه مزع، تفجر في وجهه، بتفاجئه. بدي أسألك يا أستاذ سام إكس، كيف النسوان في المستقبل؟ أي قصدي ليه أنت ليه جاي هون؟ يعني هي لا مش تفهمنيش غلط، يعني لا يمل منك، بس إنه جد ليش جاي هون؟ عشان مكان. أنا؟ في شغلتين بدي أحكيهم هسه ضروري الكل يركز فيهم. الشغلة الأولى، أنت مناعتك ضعيفة وبتتصاب بالفيروس وبتموت. والثانية، يعني حاول ما تكبرش راسك، بس أنت بتنقذ الكرة الأرضية مش لحالك، أنت والشباب. كنت حاسس البطل ما بموت يا أخوان. الكرة الأرضية في خطر، الفيروس هذا لا شيء بل نقطة تحولية لسلسلة أحداث وكوارث بتصير على كوكب الأرض بتدمره، ما في إلا طريقة واحدة هذا الإشي ما يصير، أنتو. عشان هيك بدي تركزوا في كلامي منيح وتنفذوا كل اللي حكي لكم إياه بحذافيره. لازم ترجع خلال 10 دقايق سام إكس. لازم أروح بدري. امسك بدك بس الزر، امسك. مش الفيروس كان بده يقتلك؟ هسا أنت بتقدر تقتله. ليش هسا؟ بس أنا أروح من هذا الزمن، تكبس أنت الزر. ركان أبوس إيدك. بس أروح. ما بزبط أنا هون. خليني أروح بطل من نزل إيدك، بس أروح تكبس الزر مش هسا. ماشي. شرفك، بس اروح مش قبل. امسك هاي الورقة، ما حتفهمها هسا بس حيجي وقت وتستعملها. حطها في اكثر بنطلون بتحبه. تملي معك عند قطع الراس، عمر الاحساس. حطها في اكثر بنطلون بتحبه. ويسي ستوريز الواتساب بتولع معك، تقطعش. يلا اشتاق لكم، بشوفكم كمان 1700 سنة. يجي زي هيك هذا مخير كمان. ممكن يصير كهرباء على ظهره. شو ستوري الواتساب؟ شو عرفني؟ شو تملي معك؟ انت 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 بتشبهني. انا وانت نفس الشخص، بس انا من المستقبل. التغيرات اللي انت شايفها هاي طبيعيه من كثره السفر عبر الزمن، وهاي لانه انت حمار. انا حمار، نحن حمار، وانت بتنام زي الحمار اللي 24 ساعة هون ولا كاين تصحى. زبطت لك كم من شغلة هون حتفيدك لبعدين. يعني بتشتغل آلة الزمن؟ كيف بشغل آلة الزمن؟ كيف؟ يعني بودي أجاوبك بس انت عارف، انت عارف الجواب يعني. لازم أنا أعرف عشان إذا أنا ما عرفت أنت ما حتعرف، فما حتكون هون لأنه أنا ما عرفت لحالي وأنت حكيت لي، فبتصفي هاي بارادوكس. 100%. أنا عارف إنه مهما حكيت لك إنه ما تلوم نفسك على موضوع عمنا إنك ما رح تسمع مني. أصلاً هي كانت السبب اللي حفزك تخترع آلة الزمن وترجع تحاول تصلح اللي صار. أحاول؟ أحاول أصلح اللي صار؟ أنا حاولت، جربت كل إشي ممكن أي حدا يفكر فيه، ما في فايدة. أنا وأنت ولا يمكن نكون نفس الشخص. أنت نكرة، بدل ما تكون عندي هون المفروض تكون قاعد جنبها، عندها بتحاول تصلح اللي انت سويته. بقول لك جربت كل شيء ممكن يخطر على بال اي حدا. اللي صار مستحيل يتغير. بدك تتعلم تتقبل هذا الشيء. هي الجرح الوحيد اللي عمرك ما حتنساه. حيضل معك طول عمرك. سام اكس، لازم تطلع هلا. انا لازم اروح. انت مستحيل تكون انا. انت نكرة، انت نكرة، انت ما بتعرف شيء، انت ما بتعرف شيء، مستحيل.
معجزة غريبة، أزمة الوباء تنتهي من كوكب الأرض. ليلة أمس انتهى الرعب الذي كان يهدد العالم والبشرية بأكملها، فلم يسجل أي بلد من بلدان العالم أي حالة جديدة. أما الحالات القديمة والمصابون فقد تحسنت حالتهم والفحوصات الأولية تبين تعافيهم. والآن مع زميلنا خالد إسماعيل لمزيد من التفاصيل. أذبح اللي ذبحني أنا.